لازم بس عليهم كلهم طبعا، كباتن الكبار وعراسي من فوق. قول لي يا احمد، يعني مشاعرك ايه النهارده بين انك محترف في اهلي بنغازي وبين انك مصريا تنتمي للانديه المصريه؟ والله يا كابتن ده ماتش بالنسبه لي كان ماتش خاص طبعا، ولسه التكمله في مصر ان شاء الله. يمكن انا النهارده عاوز اوضح حاجه بس من اول ما نزلت الملعب، وجمهور النادي الاهلي المصري اللي موجودين هنا كلهم شتيمه فيا وشتيمه في والدتي، وبيشتموا والدتي في عيد الام، فدي حولت لي طاقه ايجابيه في الملعب، وان شاء الله هكمل في مصر وان شاء الله ارد عليهم في مصر كمان. انا بحب اوضح كده بس. وطبعا اهم حاجه مكسبنا النهارده وثلاثه بنت مهمين، ونقدر باذن الله كمان نجيب الصعود من مصر ان شاء الله. يا احمد قول لي، يعني عملت حاجه كده على الخط في الكره المشتركه مع ان امتى على طول؟ يعني كان الموضوع سهل يا احمد؟ لا لا، من قبل الكره من الشرق ده، من التسخين يا كابتن، من اول ما نزلت التسخين حاجه في الكره المشتركه طول 90 دقيقه شتيمه، وقبل التسخين فمتعود على كده من جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى في الملعب. يعني عموما يا احمد اكيد الف مبروك، ومبروك لاهلي بنغازي، وهناك لقاء عوده باذن الله. اشكرك يا احمد وبالتوفيق ليك يا حبيبي. اشكرك يا احمد. يعني مساله ان الجمهور يشتمه ما يصحش برضه، عيب برضه، عيب ده ماتش كوره بالظبط، يعني لازم يبقى عندنا رقي في ده دروجبة. بس هو احمد مستفز، احمد مستفز الحقيقه يتقال مستفز يعني. ربما بادائه يعني، لكن هو يعني لعيب محترف. هو لازم يبقى يوزنها بميزان حساسه يا كابتن. هيعمل ايه يعني؟ اقول لحضرتك، انا اقول لحضرتك انا مصري. طب ليه ما شتموش طارق العشري؟ يعني انا لا مصري. هو احمد ايه ده؟ عشان اللعيب هو المنافس في الملعب. هو انا مصري وبلعب في فريق ضد فريق مصري، فلازم يبقى عندي موازنه الى حد ما في ادائي، وفي نفس الوقت في عصبيتي. ما ينفعش ابقى يعني ببين للناس ان انا يا ولا شمتان ولا فرق، انا بأدي شغلي. كان بعد المباراه يعني، داخل المباراه وبعد المباراه وفي كل الاوقات انا بأدي شغلي مع فرقتي بالاسلوب اللي يخليني ما استفزش الناس. طيب خلينا لسه التكمله في مصر ان شاء الله. يمكن انا النهارده عاوز اوضح حاجه بس من اول ما نزلت الملعب، وجمهور النادي الاهلي المصري اللي موجودين هنا كلهم شتيمه فيا وشتيمه في والدتي، وبيشتموا والدتي في عيد الام، فدي حولت لي طاقه ايجابيه في الملعب، وان شاء الله هكمل في مصر وان شاء الله ارد عليهم في مصر كمان. انا بحب اوضح كده في السين، فعلا متعود على كده من جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى في الملعب. يعني عموما يا احمد اكيد الف مبروك، ومبروك لاهلي بنغازي، وهناك لقاء عوده باذن الله. اشكرك يا احمد وبالتوفيق ليك يا حبيبي. اشكرك يا احمد. يعني مساله ان الجمهور يشتمه ما يصحش برضه، عيب برضه، عيب ده ماتش كوره بالظبط، يعني لازم يبقى عندنا رقي في ده دروجبة. بس هو احمد بس. وطبعا اهم حاجه مكسبنا النهارده وثلاثه بنت مهمين، ونقدر باذن الله كمان نجيب الصعود من مصر ان شاء الله. يا احمد قول لي، يعني عملت حاجه كده على الخط في الكره المشتركه مع ان امتى على طول؟ يعني كان الموضوع سهل يا احمد؟ لا لا، من قبل الكره من الشرق ده، من التسخين يا كابتن، من اول ما نزلت التسخين حاجه في الكره المشتركه طول 90 دقيقه شتيمه، وقبل بس عليهم كلهم طبعا كباتن الكبار وعراسي من فوق. قول لي يا احمد، يعني مشاعرك ايه النهارده بين انك محترف في اهلي بنغازي وبين انك مصريا تنتمي للانديه المصريه؟ والله يا كابتن ده ماتش بالنسبه لي كان ماتش خاص طبعا، احمد مستفز. احمد مستفز الحقيقه يتقال مستفز يعني. ربما بادائه يعني، لكن هو يعني لعيب محترف. هو لازم يبقى يوزنها بميزان حساسه يا كابتن. هيعمل ايه يعني؟ اقول لحضرتك، انا اقول لحضرتك انا مصري. طب ليه ما شتموش طارق العشري؟ يعني انا لا مصري. هو احمد ايه ده؟ عشان اللعيب هو المنافس في الملعب. هو انا مصري وبلعب في فريق ضد فريق مصر.